ريجاردينج البراكتيكال الامتحان بتاع الدوكينج ان شاء الله الاسبوع ده هيبقى مديك بروتين تخش على البروتين ده تبقى انت تجيبه مديك كود او مديك اسم بروتين وانت تدور وبيديك سيت اوف ليجندز موجوده على موجوده في امتحانك يعني هتبقى موجوده على الاي ليرنينج تعمل لها داونلود يعني هتخش على البروتين داتا بانك اللي هو ده وبعد كده هو مثلا هيبقى مديك certain code خلينا نقول مثلا 3LN1 مثلا هنعمل اوكي search ده المنظر بتاع البروتين داتا بانك بيبقى عامل كده مناسب تمام التايتل بيبقى موجود هنا كده هتلاقي دايما الليجند اوف انترست اللي هو في اللابات كان مسمينه النيتيف ليجند الليجند اوف انترست هتلاقيه مكتوب غالبا في التايتل وبعدين لما تسكرول داون كده هتلاقي هنا في مجموعه ليجندز عامله انتراكشن مع الايه مع البروتين تارجت اللي احنا مدينه له الليجند اوف انترست عايزك تبقى عارف اسمه يعني هنا اسمه سيليكوكسيب عايزك تبقى عارف اسمه اللي هو 3 letter name ده يبقى ده كده اسم الـ legend of interest وده اسم البروتين تمام يبقى احنا كده عرفنا نحدد البروتين هتحتاج حضرتك تداونلود هتعمل داونلود PDB هتداونلود in PDB format فهينزل لك في الداونلودز عندك تمام المطلوب منك ايه بقى مطلوب منك انك تعمل فولدر عندك على الـ D او على الـ E حسب الكمبيوتر اللي انت هتبقى قاعد عليه في اللاب والفولدر ده هيبقى بالاسمك وبالاي دي بتاعك تمام مهم قوي بقى نركز ايه اللي هيبقى في الفولدر ده اللي هيبقى في الفولدر ده تعال نكتبه هنا كده in your folder you should have اول حاجه البروتين داتا بانك فايل PDB فايل يبقى احنا دلوقتي اللي عملناه داونلود ده المفروض نروح نجيبه من الداونلودز ون ايه ونحطه هنا كده اللي هو 3LN1 ده هناخده ونحطه في الفولدر بتاعنا نحط الفولدر بتاعنا هنا على جنب عشان ايه نرجع له كل شوية كويس جدا يبقى اول حاجه معايا البروتين داتا بانك تاني حاجه ايه تاني حاجه في الفولدر بتاعنا المفروض تبقى موجوده تاني حاجه الايه السيت اوف ليجندز ودول هنجيبهم منين هنجيبهم من على الاي ليرنينج خلي بالك هيبقوا على الاي ليرنينج كومبريسد فانت هتنقلهم هنا وتعمل لهم ان كومبريشن هم الليجندز فور دوكيمنت هاخدهم كوبي هاخدهم كوبي واحطهم في الفولدر بتاعنا المفروض اروح الفولدر بتاعنا هلاقي بقى ايه هلاقي موجود البروتين داتا بانك فايل وهلاقي موجود الليجند فور دوكينج بس خلي بالك ان دول كومبريسد فايلز فلازم ايه اي هاف تو انزيب ذم فهعمل رايت كليك هي ممكن ويندوز هنا تكون مختلفه شويه عن الويندوز اللي في اللاب بس كله نفس الفكره يعني مفيش اعجاز اعمل اكستراكت وها اكستراكت الفولدر ده عندنا في الايه في الفولدر بتاعنا هنا ربيض البطن تمام المهم متأكد انه في نفس المكان اعمل اكستراكت نعمل extraction المفروض ان هيتعمل لنا فولدر جديد هنا كده الفولدر الجديد ده هيبقى فيه الايه structures اللي انا محتاجها عشان اعمل بيها docking تمام structures دي مش لازم تبقى متسمية باسماء drugs يعني ممكن اسميها لك ligand 1 ligand 2 ligand 3 and so on نرجع تاني
حتى ال compressed file folder ده انا مش محتاجه بقى خلاص، طالما عملت uncompression وحطيت الفايلات اللي انا محتاج اعملها docking خلاص طبعا ايه باعتبارنا خلصت يعني. هو طبعا عندكم في الامتحان يعني مش هياخد الوقت الرهيب ده، وانا عندي بس الكمبيوتر بطيء شوية. طيب انا محتاج اعمل ايه بقى دلوقتي؟ خلاص معايا الليجندز ومعايا البروتين، كل اللي انا محتاجه ان انا هو خلاص خلص الانكمبريشن ما شاء الله عليه. كل اللي انا محتاجه دلوقتي ان انا اعمل دوكينج بقى. هعمل دوكينج ازاي؟ هروح على الدي هنا، معلش اسمه في، هروح على الدي عندي او على الاي، وهلاقي الايه، هلاقي ال هلاقي الاي جيم دوك، هدوس عليه اروح على الاي جيم دوك، هلاقي البن، هلاقي الايكون بتاع الاي جيم دوك، افتح. تمام، عايزين نركز بقى في اللي هيحصل دلوقتي. الاي جيم دوك في ثلاث حاجات هنا في البريباريشن. اول حاجه عايزين نبتدي بيها دايما السيتنج اوتبوت باث، الاوتبوت فايلز تتحط فين. فالاوتبوت فايلز عايزين نحطها في الفايل اللي احنا عاملينه جديد اللي هو ده. تمام، طيب وبعد كده عايزين prepare the binding site. هن prepare the binding site، هنختار البروتين بتاعنا، البروتين بتاعنا هيبقى اللي هو اللي احنا عملناه له داونلود. خلي بالك احنا شغالين دايما من نفس الفولدر، يا ده ساعات هنروح كده على نفس الفولدر، نفس الفولدر هدوس على البروتين بتاعنا. تمام، واعمل له open. طيب دلوقتي بيقول لك هنعمل docking فين البروتين ده، فيه كذا حاجة يعني. لما شوفنا في البروتين داتا بانك كان فيه كذا حاجة ماسكة في البروتين بتاعنا، بصوا فيه كذا حاجة ماسكة في. طب انت عايز تعمل docking في مكان انهي واحدة من دول؟ عايزين نعمل docking في مكان ده، في مكان السيليكوكسب اللي هو اسمه سيل، يبقى هنيجي نختاره هنا كده، نختار docking في المكان اللي فيه سيل. تمام، وندوس اوكي. هنلاحظ ايه؟ هنلاحظ ان هو مكتوب ال D اللي هو الدرايف، وبعد كده الفولدر بتاعنا، وبعد كده مكتوب extracted cavity، وبعد كده مكتوب الكافيتي اللي جاي من البروتين داتا بانك فايل ده اللي هو 3ln1 في الحاله دي، وبعد كده مكتوب اسم الايه الليجند اللي هو هيعمل دوكينج في المكان بتاعه. طيب فاضل لنا بقى كومباوندز، هنجيب الكومباوندز منين؟ لو في اي حاجه هنا كده امسحوها، اعملوا ديليت اول. تمام، وبعد كده هنفتح فولدر. الفولدر ده هنقوم رايحين على ايه؟ هنقوم رايحين على الفولدر اللي احنا عاملينه اللي هو ده. تمام، وندوس اوكي. لا سوري، الفولدر اللي احنا عاملينه هنفتحه وندور على الليجنز. فين الليجنز؟ ليجنز فور دوكينج، تأكدوا ان ايه، ايوه رحنا للستراكشرز. تمام، طيب في واحد هنا كده معمول غلط، يبقى ده هنمسحه. طيب عندي كده مجموعة ستراكشرز دي اللي هعمل لها دوكينج، ادوس اوكي. لازم المنظر يبقى كده، خلي بالكوا لازم اول حته دي تبقى هي زي بعضها فيهم كلهم، لان انت شغال البايندينج سايت والليجنز اللي انت بتعمل لها دوكينج والاوتبوت كلهم في نفس الايه، في نفس المكان. طيب تعال نبص هنا كده على الفولدر بتاعنا، هل حصل فيه اي تغييرات؟ خلي بالك حصل فيه تغييرين، بقى فيه اكستراكتد كافيتي واكستراكتد ليجند زياده عن الـ عن الليجنز فور دوكينج والايه والبروتين داتا بانك فايل. يبقى احنا محتاجين شوية output files، عندنا كده شوية output folders، some output folders، منها ايه؟ منها extracted، حاجات كده مكتوب عليها extracted cavity and leak. تمام؟ يعني and leak. طيب كل ده احنا لسه معملناش الdocking. طيب تعالوا نروح نكمل، تعالوا نكمل. هنعمل docking، ايه البارامترز اللي هنستخدمها؟ البارامترز اللي هنستخدمها انا هبقى لك عليها. هنستخدم هنا الكويك docking اللي هو الرف docking. تمام، ونعمل start docking. Are you sure? Yes I am sure. انه هيقعد يدوك، انه هقفل الفيديو وافتحه تاني لما يخلص docking. خلص الدوكينج، هندوس اوكي.
وبعد كده هندوس على view dot poses and post analyze. فهيجي يديك هنا الانرجي وال وتقسيمة الانرجي, يعني في فاندر فان انتراكشن, في هيدروجين بوند, في الكتروستاتيك. هتلاحظوا ان مش كلهم عاملين كل الانتراكشنز, يعني مثلا ايه الاندوميثاسين ده مش عامل هيدروجين بوند بس عامل شوية الكتروستاتيك, البروفين عامل الكتروستاتيك وعامل هيدروجين بوند and so on. تمام. طيب هنحتاج نعمل انتراكشن اناليسيس, وهحتاج الصورة دي بتاعت الانتراكشن اناليسيس, وده هيجرني ان احنا نشوف, تعالوا نشوف الاول الفولدر بقى فيه ايه جديد, اللي هو الفولدر بتاعنا ايه ده, الفولدر بتاعنا بقى فيه ايه جديد. ظهر فيه شويه حاجات, تعالوا نشوف ايه بقى فيه شويه. كان يعني احنا كان عندنا بس extracted cavity, عندنا extracted ligand, وكان عندنا ligands for docking, وكان عندنا 3LN1, دول اللي كانوا موجودين. سوري, دلوقتي بقى عندنا حاجات تانية, بقى عندنا interaction table fitness, وبقى عندنا gym dock out, وبقى عندنا best pose و docked pose. تمام, يبقى في شوية some files some output, نسميه some output docking files, بيظهروا معنا اللي هم اسمهم ايه, اللي هم الفولدرز اللي اسمهم best pose, best pose, docked pose, gym dock out, وفي شوية analysis files, analysis files زي الفيتنس, أظن ده حتى من docking interaction table. تمام. طيب كويس جدا, يبقى الفولدر بتاعي لازم يبقى فيه الحاجات دي كلها, وإلا يبقى أنت عملتش docking. أنا هبص في الفولدر وأشوف هل في الحاجات دي فعلا ولا لا. كويس جدا. طيب number 6, محتاجين word file, وده مهم جدا لأن ده اللي هتحل فيه الامتحان. تمام, فده مهم جدا جدا جدا. فهنعمل ايه, هنضيف هنا file word. file word ده هيبقى فيه ايه, هيبقى حاجة زي كده, هنعمل new file, هيبقى حاجة زي كده فيها اسم حضرتك view print layout, هيبقى مش عارف name والكلام ده كله, وهيبقى فيها شوية أسئلة. يعني ممكن يبقى مثلا إيه إجابات للأسئلة, يعني ممكن يسألك مثلا how did you select the protein. تمام, لو أنت كان مديك proteins وبيقول لك تعمل له selection مثلا, فأنت هتتكلم عن resolution, هتتكلم مش عارف عن ال complete protein والكلام اللي أعرفكم في اللاب ده, الكلام ده لازم نبقى عارفين. طيب ممكن يقول لك إيه مثلا provide a screenshot from the ligand interaction on the PDB, يعني regarding the ligand interaction on PDB, فانت هتجيبه من هناك. طيب اللي هو قصدنا ايه, قصدنا لما نروح على البروتين داتا بانك كده ونروح على الليجند اوف انترست بتاعنا ده وندوس عليه, هيعمل لنا ايه interactions كده. تمام, احنا عايزين صوره منها, عايزين صوره منها, فانت هتاخد صوره منها وتفر بقى هتعملها ازاي. انت ممكن تعمل رايت كليك وكوبي, كوبي ايمج. تمام, وبعد كده تروح على الوورد فايل وتعمل ايه بيست, رايت كليك بيست. ماشي, فاهم, حاطط لنا ايه الصوره الجميله اللي جايه من البروتين داتا بانك. ها ده ايه الاحراج ده, ايه مالها صممنا ليه كده, ده خليك حاجه مش مظبوط, ايه ده الاحراج. نجرب تاني كده, هنروح هنا كده ونعمل copy image, نروح على الword, نعمل paste. هتشتغل عندك يعني, يعني ممكن السيستم عندي مختلف شوية, في طرق تانية, المهم هعملها بطريقة تانية هنا كده بسرعة عشان ننجز. المهم يبقى عندي الشكل ده في الآخر, ان تبقى انت حطيت الانتراكشنز. تمام, كويس جدا. يبقى فايل الوورد هيبقى فيه اجابات الاسئله, ومن ضمنها غالبا هسالك انك تحط لي ايه الانتراكشن, الليجند انتراكشن as it is on the protein data bank file. طيب وبعد كده هسالك بقى regarding docking, هسالك شويه اسئله انت هتحلها لي regarding docking. يعني مثلا هقول لك اكيد هسالك على ال highest which ligand is the highest affinity ligand, مثلا انهي واحد منهم كان ليه highest affinity. فانت هتروح على ال فانت هتروح هنا كده على الاي جيم,
وتشوف انهي واحد من هنا more negative. هنا بالنسبة لنا الليجند ده، فانت هتبص على اسم الليجند ده هنا كده وتقول الليجند ده هو الموست الموست افينيتي ليجند، تمام؟ فان اور كيس عندنا ليجند اللي هو اللي اسمه فالديكوكسيب was the one with highest affinity. ممكن اسالك على الانرجي بتاعته، فهتقول الانرجي بتاعته كانت الانرجي كانت نيجاتيف مش عارف 130 تقريبا، كانت كام سوري نيجاتيف 130.2 ماشي كيلو كالوري بير مول ولا whatever. هي معموله بايه؟ اظن بالكيلو كالوري بير مول. المهم وبعد كده ممكن اسالك على which amino acids، ممكن يبقى السؤال كده which amino acids does the best ligand interact with. هنجيبهم منين بقى الكلام ده؟ طبعا according to docking. هنقوم بصين هنا كده ونشوف الفالديكوكسيب اللي هو احسن واحد ده بينتراكت مع ايه. هتلاقي فوق اسماء الامينو اسيدز، الحاجات اللي هي متلونه كده لون كامل هي دي اللي بينتراكت معها. يعني ايه؟ الهيستيدين رقم 75 بينتراكت معاه، جلوتامين رقم 178 بينتراكت معاه، and so on. تمام؟ فاحنا هنقسمها، عندنا ايه؟ عندنا مجموعه interactions as follows. عندنا hydrogen bonds with انهي بقى with histidine 75. تمام؟ with histidine 75 وايه كمان؟ و جلوتامين 178 GLN 178 وإيه كمان؟ وليوسين 338 لوسين 338 وإيه كمان؟ سيرين 339 يبقى دول هيدروجين بوندز اللي هما متلونين بالأخضر في الـ IGM doc. طيب وبعد كده الفاندرفال، فاندرفال interactions with انهي بقى؟ تعال نشوف كده، دول كتير خلي بالك. هيستيدين، ارجينين، لا الارجينين لا، دول لا، دول هنستبعدهم. هنشوف اللي هم لونهم بس. تعال نكبر الصوره، انا خايف اكبر الصوره الفيديو يبوظ. صور دي كده مهم ان احنا عندنا هنا ال مش كده كده اوضح عشان اعرف احرك. شايفين في كتير قوي بقى، فانت تقعد تتسلى بقى في الامتحان لان انت راجل فاضي، هتقول with histidine 75 with بعد كده leucine 338 وبعد كده serine بعد كده tyrosine leucine 338 tyrosine 339 صح كده؟ لا serine 339 serine 339 بعد كده تايروسين اللي هو انهي 341 وبعد كده فينايل ألانين 504 وبعد كده فالين 509 وبعد كده جلايسين 512 وبعد كده ألانين 513. وانا مش عايزكم تبقوا قلقانين من حاجه خالص، الدعابه سخيفه جدا 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 جدا، خدت بالك؟ قلقانين يعني قلقانين مش ممكن. اقطعها من الفيديو دي ولا اعمل. المهم القلقانين اخر واحد هنا كده. تمام، في حاجات هتلاقيها في النص فوتناها. خلي بالك احنا بنبص في رو واحد بس، يعني لو انا ببص على الليجند ده ببص على الرو ده بس. تمام. طيب ممكن اقول لك compare مع البروتين داتا بانك. فهت compare مع البروتين داتا بانك ازاي حضرتك؟ هتقوم باصص على الانتراكشنز اللي في الايه اللي انت عاملها دي. هتلاقي ان هنا عامل هيدروجين بوند اهي وهنا عامل هيدروجين بوند اهي مع السيرين ومع اليوسين. انهي اليوسين وانهي السيرين؟ مع اليوسين 338 جميل، ومع السيرين 339. يبقى انا هعلم عليهم دول common. ممكن ايه يبقوا common interactions؟ أو تعالوا نقسمها الأول common amino acids with the
common amino acids اللي هم like the ones interacting with the native ligand according to the protein data bank file. ايه هم common amino acids؟ عندنا اليوسين وعندنا سيرين وعندنا ايه تاني؟ ادي السيرين تاني جلايسين 512 اهو وعندنا اليوسين 338 قلنا خلاص وعندنا فالين 509 اهو وعندنا الانين 513 اللي قلشنا عليه ده قلشنا برضو نحطهم هنا يبقى دول الكومن امينو اسيدز اللي عاملين انتراكشن. ممكن اسالك سؤال خبيث تاني اقول لك ايه بقى الكومن تايبس اوف انتراكشن؟ هل هم الامينو اسيدز عاملين نفس الانتراكشنز ولا لا؟ طيب من دول لو بصينا هنا كده هنلاقي في هيدروجين بوند اهي. عرفت ازاي ان هيدروجين بوند؟ عشان بين اكسجين وهيدروجين نيتروجين البروتين ده طبعا كان على فكره بيبقى قايل يعني. وهنا N و H و O دول اتنين هيدروجين بوندز مع اليوسين ومع السيرين. يبقى الاثنين دول اللي هم كومن الانتراكشنز مظبوطه هو عامل هيدروجين بوندز فعلا معاهم. تمام ولا تعالوا نلونها زي هنا كده كان ملونها اخضر تعالوا نلونها هيدروجين بوندز اهي وهنا هيدروجين بوندز. خلي بالك ان الالوان اللي على البروتين داتا بانك مش نفس الحاجه يعني اخضر هنا مش معناها هيدروجين بوندز اكشلي ده هيدروفوبيك انتراكشن فدول كلهم هيدروفوبيك واحنا فعلا طلعناهم برضو اكوردنج في الدوكينج طلعوا هيدروفوبيك برضو دول. طيب احنا دلوقتي عندنا عرفنا دلوقتي نتكلم عن الكومن امينو اسيدز اللي هم دول كلهم والانتراكشنز مظبوط. طيب لو كان في مثلا يعني نفترض ان او مش نفترض هو هنا واضح حتى ايه دول السيميلر انتراكشن ايه الديفرنت انتراكشنز؟ عندنا امينو اسيد اسمه هيستيدين 75 وعندنا جلوتامين 178 دول predicted via docking to have each bond interactions with the ligand but they are not contributing in the interactions provided في الـ في الـ protein data bank أو according to the protein data bank. تمام؟ طيب أنا دلوقتي لما حاجة صححلك أنا عايز أشوف الكلام ده أنت جبته منين؟ الـ analysis ده أنت جبته منين؟ فأنا دلوقتي أنت مديني الصورة اللي في الـ protein data bank جميل بس أنا عايز أشوف الصورة اللي عندك برضو اللي هي الصورة اللي زي دي كده. تمام؟ فأنت هتعمل إيه؟ تاخد لي سكرين شوت من ده انا عارف انت بتحبوا تاخده كده بزرار السكرين شوت فبتاخد سكرين شوت كامله بالمنظر ده كده وبعد كده تيجي تعمل لها ايه بيست سوري طيب فاحنا هنحتاج ناخد سكرين شوت كده ونعمل لها بيست في الايه عندنا. طيب تظهر لنا كده جميله. طيب هنحتاج ايه بقى يعني لو تقدروا كده يعني ذوق من حضرتك يعني اعمل لها كروب تمام بحيث ان تجيب لي الحاجه الايه المفيده ليا بس اللي هو ده تمام ده ذوقيا يعني لو ما كانش ده سيادتك. تمام طيب هنا واضح ان مش كامله فانت برضه هتاخد جنب كده وتاخد الحته اللي ناقصه دي ماشي انت حاططها لي هنا يبقى انا كده ايه معايا الشاشه بتاعتك كلها الا لو عرفت تصغر وتاخد الشاشه كلها يبقى كويس قوي وبكده يبقى انت ان شاء الله هتبقى زي الفل في الامتحان. طيب اخر خطوة خالص بقى خطوة مهمة جدا انك تعمل ايه انك تاخد الفولدر اللي فيه كل الحاجات دي يعني انت دلوقتي عايزين اول الفايل الوورد ده عايزين نسيفه الفايل الوورد ده هنعمله سيف as ونوديه في الفولدر اياه اللي هو الفولدر بتاعنا ده فين هو موجود في extended هنا هنحطه هنا مثلا solutions واسمك والاي دي كويس جدا. يبقى دلوقتي الفولدر بتاعنا معلش بنتي بتعيط الفولدر بتاعنا هيبقى فيه كل الفايلات اللي قلنا عليها زائد فايل solutions يعني الفولدر بتاعنا هيبقى فيه ايه كمان الوورد فايل اللي هو بتاع solutions
ناخد كل دول بقى، تاخد كل دول يا مؤمن وتعمل لهم ايه كومبريشن، رايت كليك. اهو ممكن تطلع بطيء اوي، ممكن تاخد خطوة ورا بس ده وتعمل رايت كليك، وفي هتبقى عندك حاجة اللي هي زيب او اد تو كومبريس، سنت تو كومبريس فولدر. تمام، يبقى عندك حاجة شبه كده، سميها برضو اي حاجة انت عايزها. وبعد كده ده اللي هتعمله ابلود، لازم يبقى فيه، لازم يبقى فيه كل الحاجات اللي احنا ايه اتفقنا عليها دي. ماشي، شكرا جزيلا، بالتوفيق ان شاء الله.